طيب خلينا ننتقل إلى أحد نجوم النادي الأهلي الكبار في الزمن الماضي، النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد. ازيك يا أميرو؟ كابتن اسلام، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشني. أخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. أخبار الإنتاج الحربي إيه وحراسة المرمى في الإنتاج الحربي إيه؟ والله يا كابتن اسلام، طبعا انا ببارك في البدايه طبعا للنادي الاهلي على ماتش النهارده، وماتش كبير ضد فريق برضه كبير ومعاه جهاز فني وجمهور كبير، لكن النادي الاهلي طبعا يعني زي ما قلت قبل كده هو سن السكاكين. يعني انا قبل كده ناس سالتني على الماتش السوبر، واكيد هنتكلم مع حضرتك، اكيد هتسالني عليه وهنتكلم فيه، لكن النادي الاهلي طبعا اكيد لما انت حضرتك عارف يعني ايه النادي الاهلي يخسر ماتش او يخسر بطوله، اللي بعد كده بيبقى صعب جدا على الفرق الثانيه سواء في الدوري او في افريقيا او اي فريق هيقابل النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يقبل بالهزيمه ولا يقبل التعادل، انت عارف دايما النادي الاهلي بيلعب على الفوز. بالنسبه لل طبعا انا موجود دلوقتي زي ما حضرتك قلت ان انا موجود مع الجهاز الفني في الكابتن مصطفى عبده والكابتن عبد السلام نجاح والكابتن مصطفى والعميد احمد المهدي، موجودين في الانتاج الحربي. الحمد لله عاملين شغل كويس، وان شاء الله الدوري هيبتدي يوم 12 باذن الله. والاجوان عندنا الحمد لله برضو على اعلى مستوى، عندي اربع حراس مرمى الحمد لله على مستوى عالي، سواء احمد عبد الفتاح وشبيشي وياسر واحمد سالم، الحمد لله عندنا جوال حراس مرمى ممتازين، ومعانا عبد الرحمن برضه في 2003. ان شاء الله رب يكون التوفيق لينا، ان شاء الله الانتاج الحربي يطلع ثاني لاضواء الشهره وفي الدوري ممتاز باذن الله. ان شاء الله يا كابتن امير. امير النهارده شفت مباراه الاهلي والمصري ازاي؟ وكلين شيت اول لمحمد الشناوي في اولى المباريات. اكيد طبعا، انت النهارده كابتن انت بتاع فريق برضو كبير طبعا، مدعم صفوفه بلاعيبه مميزه في الدوري العام. كابتن علي ماهر طبعا مدرب ممتاز ومعاه جهاز فني ممتاز، معاه جمهور اكيد بيساند، ولكن زي ما قلت النهارده دوافع النادي الاهلي اكبر، دوافع شخصيه النادي الاهلي اقوى طبعا. انت عارف كابتن اسلام النادي الاهلي دايما في كل مباراه بيلعب كانها بطوله. النادي الاهلي بدا السيزون بطوله ما كانش موفق فيها، ولكن في نهايه المطاف دي بالعكس يعني ده ادى يعني حماس كبير جدا للجهاز الفني وللعيبه، واكيد الجمهور بيساند، واكيد مجلس الاداره كان له دور كبير جدا ان النهارده اللعيبه تطلع من الحاله النفسيه اللي هم كانوا فيها في ماتش اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. النهارده اللعيبه ادت بشكل كويس جدا، التغييرات كانت ممتازه، كله كان مركز، الدوافع النهارده كانت كبيره. النهارده طبعا النادي الاهلي بيلعب بطوله جديده، لازم يبدا بشراسه ولازم يبدا بشخصيته. شفنا الماتش النهارده، شفنا اللعيبه الصفقات الجديده اللي موجوده في النادي الاهلي عملت ايه. انت عارف يا كابتن اسلام بعد اي هزيمه الناس بتطلع تتكلم وتنتقد، وبعد السوبر اكيد الناس انتقدت سواء الصفقات او مستوى اللعيبه او التغييرات، لان طبعا النادي الاهلي نادي كبير يا كابتن اسلام وجمهوره عظيم وكبير، فبالتالي اكيد الفرق الكبيره او النادي الكبير او النادي الناجح او البني ادم الناجح اكيد الناس ما بتصدق ان هو يحصل حاجه، بيبتدوا يتكلموا ويرغوا كتير قوي في الحته دي. فانا شايف ان هذا اللقاء بدايه كويسه جدا، بدايه سيزون كويس، بدايه دوري ممتاز للفريق النادي الاهلي. وشويه شويه طبعا الصفقات والانسجام اكيد هيبقى موجود. النهارده الراجل بيجرب كل الناس، النهارده ما عندوش مشكله مين يقعد، ما عندوش مشكله مين يبدا. الحمد لله النادي الاهلي عنده سكواد كبير جدا، لان طبعا النادي الاهلي داخل وعارف ودارس ان انا النهارده بلعب كل ثلاث اربع ايام ماتش، فبالتالي محتاج كل اللعيبه. في جهاز فني محنك عنده خبرات كبيره جدا، فكولر والجهاز الفني اللي موجود كابتن سامي ومصطفى وكابتن خالد بيبو، كل الناس تشتغل صح، كل الناس بتأدي بشكل كويس. فالنهارده النادي الاهلي طبعا سيطر على اللقاء، قدر يستغل كل الفرص اللي كانت موجوده. شفنا النهارده امام عاشور ادى بشكل كويس جدا، شفنا رضا سليم ادى بشكل كويس جدا، كل اللعيبه بصراحه بيرستا وكل اللعيبه النهارده ادوا بشكل كويس، رغم ان في غيابات يا كابتن اسلام النهارده طبعا مظبوط وحسين لعيبه مهمه جدا جدا جدا، ولكن النادي الاهلي سيظل النادي الاهلي هو اكبر الانديه، سيظل عنده لعيبه على اعلى مستوى، عنده خبرات كثيره جدا. وانت من ضمن الرغي هتلاقي فيه رغي كتير جدا، انت عارف الهزيمه بتلاقي الناس بتتكلم، الناس طلعت بره الفنيات واتكلمت عن ان كان في مشكله مع الشناوي مع امام مع كهربا، وطبعا ما فيش الكلام ده، والنادي الاهلي دايما يعني
عنده لعيبه على خبرات كبيره جدا سواء بره الملعب وجوه الملعب، ومهم جدا الاوضه يا كابتن اسلام، لعيبه ممتازه، لعيبه على اعلى مستوى. وخلي بالك النهارده الناس كانت بتتكلم عن امام عاشور، امام عاشور النهارده لما بعد القصه اللي حصلت الوهميه اللي الناس اتكلمت فيها اتكلم على الشناوي وقال لك ان هو نجم كبير وقائد، واتكلم معايا في مصلحتي لبعد كده ان انا ما ازعلش ان انا لسه قدامي مستقبل ولسه قدامي بطولات هاخدها مع النادي الاهلي. فانا شايف النادي الاهلي يعني منظومه كبيره جدا، جهاز فني على اعلى مستوى، اداره محترمه جدا في وقت الظروف اللي مش كويسه، اللي فيها الاداره شايله العامل النفسي اللي ليها دور كبير جدا مع اللعيبه. اللعيبه النهارده فصلوا خالص تماما، الصفحه انتهت بتاعت السوبر، بدايه دوري جديد، منافسه قويه، الفرق بتدعم، لكن النادي الاهلي تظل هو اقوى الفرق، واكيد النادي الاهلي مرشح بقوه للبطوله ان شاء الله. شناوي واول كلين شيت في اول مباراه. شناوي حارس كبير جدا وحارس عظيم، وبقاله فتره كبيره جدا مش من الدوري السنه دي، وكذا مره عمل كلين شيت سواء في بطوله افريقيا او في يعني في بطولات مهمه جدا، لكن انا شايف ان هو بيأدي بشكل كويس جدا، مركز جدا. كلين شيت يحسب له النهارده ويحسب للناس المجموعه اللي كانت موجوده، الدفاع والهجوم كل الناس كانت موجوده اكيد بيسنده، ولكن انا شايف ان هو هيأدي السنه دي بشكل كويس، ومعاه حراس مرمى على اعلى مستوى، وان شاء الله ربنا يوفقه الفتره الجايه، لان هو طبعا لما يكون فايق وهادي اكيد بيسعدنا كلنا. طبعا. على الجانب الاخر شفت محمود جاد ازاي؟ جاد كان طبعا هو عارف ان هو بيلاعب فريق كبير، عارف ان هو بيلاعب فريق ما عندوش تعادل ولا هزيمه، بيلعب دايما على المكسب، اكيد في ضغط في اول من اول دقيقه لاخر دقيقه. كان ماشي كويس في البدايه، ولكن طبعا زي ما قلت توافع النادي الاهلي النهارده وتركيز اللعيبه وادوا بشكل كويس، فطبيعي ان هو هيكون عليه ضغوطات كبيره جدا، اكيد في الضغوطات دي والضغط الكبير ده اكيد هيحصل فيه اخطاء، وانا شايف ان هو يعني ما يسالش غير على الهدف الاخير بس، الاخير استعجل بس في التراي. استعجل في التراي ولعب على التوقع، وكان لازم يشوف الكره احسن من كده وافضل من كده، كان لازم يثبت اكتر من كده، لكن هو حارس كويس وحارس ممتاز، اكيد هيتعلم من الاخطاء واللي جاي هيبقى احسن بالنسبه له ان شاء الله. المباراه القادمه امام سان جورج بتشوفها ازاي؟ طبعا مباراه اكيد صعبه، انت عارف الماتشات كلها بتبقى صعبه، ماتشات افريقيا كلها كانت بتتسام بظروفها، بتبقى مختلفة أجواء وإلى آخره، ولكن النادي الأهلي زي ما قلت النادي الأهلي يمكن رب درجة النفاعة إن النادي الأهلي ما خدش البطولة دي، ده هيخلي اللعيبة تجز على أسنانها ويصير له سكاكين للي جاي، أكيد مش هيقبلوا بأي هزيمة، فأنا شايف إن دي تبقى بداية أفريقيا، لأن النادي الأهلي دايما متعود على بطولة أفريقيا، متعود دايما على إن هو يلعب كأس العالم للأندية، فأنا شايف إن الدوافع هتبقى أكيد للنادي الأهلي، ولكن الماتش مش هيبقى سهل، ولكن اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. هل يمكن تقييم مودست بعد اول 80 دقيقه؟ لا طبعا ما ينفعش اقيمه، راجل سي في كبير جدا، الراجل لسه داخل مع التيم، انا اعتقد من وجهه نظري ان هو ممكن كمان لسه ما تعرفش على اللعيبه. وقال كده كولر قال كده. يعني لسه انت عارف يا كابتن اسلام، يعني غير لما يكون لعيب مثلا جاي من الدوري عارف لعيبه زي امام مثلا، عارف لعيبه رضا الطيب، عارف اللعيبه من خلال النادي الاهلي بيلعب في افريقيا مظبوط، بيلعب في الدوري اكيد عارف اللعيبه كلها، خلاص انت دلوقتي اللعيبه كلها دوليه، ولعيبه النادي الاهلي معروفه على مستوى العالم دلوقتي من خلال كاس العالم او افريقيا الدوري، فبالتالي مودست كان راجل كان اتجاهه في حته لقى نفسه في اتجاه ثاني خالص، يعني هو كان في اوروبا خالص دلوقتي دخل في افريقيا بيلعب، طبعا جاي بدوافع اكيد كبيره لان هو بيلعب في نادي كبير عنده دوافع كبيره اكيد، واحده واحده هيخش في الـ في الـ في الانسجام وهيخش مع اللعيبه، انا متفائل في خير ان شاء الله الفتره الجايه، لان طبعا في منافسه قويه، عنده فرصه يلعب، اكيد لعيبه النادي الاهلي هتقدر تسنده في الـ في الـ في, الـ في المباريات، واعتقد ان هو لما يدخل واحده واحده هيبقى ليه دور كبير جدا في هجوم النادي الاهلي الفتره الجايه، وطبعا لحد ما يجي عوده كهربا، واعتقد ان يعني التنافس هيبقى قوي جدا، ولكن هو خامه كويسه جدا، لعيب عنده خبرات ولعيب لعب في اكبر المستويات في اوروبا وبيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي معاه جمهور كبير، اعتقد ان هو الفتره الجايه مع الانسجام هيبقى ليه دور كبير جدا مع الفريق ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي السابق، شكرا جزيلا.